سنة والصف السادس الابتدائي هنبدأ في وحدة جديدة هي وحدة التناسب. النهاردة هنتكلم عن معنى وخواص التناسب. الأول يعني ايه تناسب؟ تناسب معناه هو تساوي نسبتين او اكتر. احنا اتكلمنا عن النسبة ودلوقتي وعرفنا ان النسبة لو انا ضربت حدها الاول والتاني في نفس العدد هتطلع نسبة تانية، نسبتين دول يكونوا متساويين، هو ده التناسب. او ممكن نعرفه بشكل بسيط زي مثال زي دلوقتي بيقول لي انا عندي كتاب 3 جنيه، فكم يكون ثمن الكتابين؟ هيبقى 3 و3 6، او 3 في 2 ب6. طب لو 3 كتب 9، ولو 4 كتب 12، وهكذا. يبقى انا لو عملت علاقة بين عدد الكتب والثمن بالجنيه هلاقي ان انا لو عدد الكتب ضربتها في 3 هتطلع الثمن، ولو الثمن قسمته على 3 هيطلع ايه؟ عدد الكتب. لو انا بقى قسمت دلوقتي قلت هنا هو مكتوب ايه، لو بصيت على الصف لو قلت هنا 1 في 3 يطلع 3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9، ولو قسمت بسط على المقام هيطلع ايه؟ 3 على 1 وهو 6 على 2 وهو 3 على 9. فكرة ان يكون عندي نسب كده متساوية يبقى هو ده التناسب، كلهم على بعض بيساوي نفس المقدار. يبقى النسب متساوية يبقى هي ده ايه؟ التناسب. طيب يبقى انا كده فهمت التناسب. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين او اكتر. بيتساوي منين؟ بان انا لو ان هي نفس القيمة بتضرب في نفس ايه؟ نفس المقدار. طيب خواص التناسب عندي خاصية يقول ايه؟ يمكن تكوين تناسب بمعلومية نسبة واحدة، صح؟ لو ضربت حد النسبة هتلاقي النسبة في ايه؟ في اي عدد لا يساوي الصفر، لان النسبة الاولى تساوي النسبة التانية. زي اللي احنا كنا بنقول لو عندي نسبة واحدة على 3 ضربتهم في 3 هضرب البسط في 3 والمقام في 3 هيطلع 3 على 9، هو لو اختصرته هيطلع 1 على 3. اللي انا بقوله ده هو ايه؟ النسبة، سواء ضربتها او قسمتها يبقى هو ايه؟ يبقى هو ده التناسب. او ضرب حد النسبة هي 2 على 8، 2 على 8 في 3 هيطلع لي ان 2 على 8 بتساوي 6 على 24، وممكن اعمل عدد لا نهائي من ايه؟ من النسب. ولو قسمت حدين النسبة يعني الضرب تمام، والقسمة برضه نفس الكلام، لو قسمتهم هيطلع ايه؟ 5 على 7. طيب تاني خاصية واهم خاصية ندرسها في التناسب ونستخدمها كتير في الايه؟ في الدروس اللي جاية، هي بتقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. ايه الطرفين وايه الوسطين دول؟ لو انا عندي هو تناسب اللي هو النسبة بتساوي نسبة، فين الاطراف؟ الاطراف اللي هو الحد الاول والحد الاخير. كده لو عندي اصلا نسبتين يبقى حد اول حد تاني حد تالت حد رابع، يبقى الطرفين اللي هما ايه؟ الحد الاول والحد الرابع. طب فين الوسطين؟ الوسطين اللي هما اللي جوه اللي في النص اللي هو الحد التاني والحد التالت. يقول لي بقى ايه؟ ان انا لو ضربت الطرفين في بعض وضربت الوسطين في بعض هيطلعوا متساويين. يبقى 2 في 4 ب24، 8 في 6 بكام؟ 2 في 4 ب20 48، 8 في 6 ب48. يبقى ده معناه ان ايه؟ ان هما متساويين. دي خاصية عندي ثابتة اقدر استخدمها. خلاص اهو زي ما احنا قلنا الـ2 والـ24 والـ6 والـ48 اسمها حدود التناسب. يبقى لو قال لي جاب لي 4 اعداد وقال لي ان هي متناسبة يبقى انا عارفة ان هي حدود التناسب، اقدر احط ايه؟ الاول على التاني يساوي التالت على الرابع. الاثنين هي الحد الاول، 24 حد تاني، 6 حد تالت، 48 حد رابع، حدين 22 بالطرفين، حدين 6 و8 بالوسطين، وده الكلام اللي احنا قلناه. طيب بستخدمه في ايه؟ في ان انا ممكن يجيب لي مسألة زي دي يقول لي اكمل التناسب التالي، 3 على 9 بيساوي 12 على س. عندي ايه؟ كذا طريقة. اول طريقة ان انا هشوف ايه؟ هبص على ايه؟ على الصفوف، كأني قسمتهم صفوف. واجي ابص عندي ادي 3 وال12 في الصف الاولاني، والصف التاني 9 و س. التلاتة بقت 9 لما ايه اللي حصل لها؟ ضربتها في 3 زي ما هعمل هنا، هعمل هنا يبقى الـ12 كمان اضربها في 3 يطلع لي كام؟ 36. طيب يبقى انا كده استخدمت الصفوف، اقدر استخدم طبعا التناسب هيبقى 3 على 9 يساوي 12 على 36. اقدر استخدم الاعمدة، ايوه ادي 3 على 9 و12 على س. التلاتة بقت 9 لما ايه؟ او التلاتة والـ12 3 بقت 12 لما عملتها ايه؟ ضربتها في 4. طب والتسعة كمان هضربها في كام؟ في 4، هتطلع برضه 36. 3 على 9 بتساوي 12 على 36. انا بقعد كل شوية اعمل صفوف واعمدة؟ لا، اقدر استخدم الخاصية اللي انا قلت عليها، خاصية مهمة جدا اللي هي حاصل ضرب الوسطين بيساوي حاصل ضرب الطرفين. تمام؟ يبقى اللي هي عبارة عن ايه؟ لو ضربت 3 في الس هتطلع هي 9 في 12،
خلاص، وبقت عندي كأنها معادلة، وعايزة اجيب قيمة س، س مضروبة في 3، يبقى انا هقسم على 3 علشان اجيب الس لوحدها، يبقى س بتساوي 9 في 12 على 3 هي بتساوي 36. الس بضرب الايه، لو س هي في الطرفين بضرب الاتنين دول في بعض وبقسم على اللي قدامها، بضرب الطرفين وبقسم على اللي قدامها. طيب عندي مثال يقول إذا كانت الأعداد 9 و15 وس و60 متناسبة أوجد قيمة س. لما مدام قال لي دول متناسبين يبقى أنا أقدر أحطهم على هيئة إيه، نسبة الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. يبقى الأعداد متناسبة، يبقى 9 على 15 بيساوي س على 60. أقدر أستخدم بقى خلاص عشان أجيب قيمة س مستطيل في طرفين، هضرب العددين اللي قصاد بعض يبقى 9 في 60 وأقسمهم على اللي قصاد الس اللي هي 15، تطلع إيه 36. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.